النشرة الصباحية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. في المستهل وإحياء للذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب وبمقام الشهيد، ترحم أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، حيث كان في استقباله بمقام الشهيد كل من رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي ووزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز خلف وأعضاء من الحكومة، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن برهم. السيد الرئيس وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للشهداء الأبرار. وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة. ومن جزائري الانتصارات إلى جزائري الإنجازات، وفي خضم الاحتفالات بالذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، قام أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيارة ميدانية تفقدية إلى 3 ولايات، بومرداس، تيبازا والجزائر العاصمة، أطلق خلالها عددا من المشاريع ودشن ووضع حجر الأساس لأخرى، مشاريع تنموية حيوية تستجيب للتطلعات وتتكفل بالانشغالات وتجعل المواطن على رأس الأولويات. والمحطة الأولى في برنامج زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استهلها السيد والرئيس مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من كاب جنات بولاية بومرداس.
بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، حيا سيد الرئيس مستقبليه من أعضاء الحكومة والسلطات الولائية والمحلية المدنية والعسكرية لولاية بومرداس. رئيس الجمهورية استمع بعد ذلك إلى عرض مفصل عن المشروع قدمه الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار، أبرز فيه جهود الدولة في بعث البرنامج الاستعجالي الخاص بمحطات تحلية مياه البحر الذي دخلت جل محطاته حيز الخدمة. البرنامج التكميلي الاستعجالي يتضمن إطلاق 5 محطات بولايات بومرداس، الطرف، بجاية، تيبازا، وهران. وعند استكمال إنجاز كل هذه المشاريع ستصل طاقة الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً. رئيس الجمهورية وخلال استماعه إلى العرض المفصل حول البرنامج الاستعجالي لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، أشاد بجهود إطارات كل المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها إطارات شركتي سوناتراك وسونالغاز خاصة في السنتين الأخيرتين لتجسيد مشاريع البرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر، مثمنا جهود بعض القطاعات الوزارية لتصبح محطات تحلية البحر 100% جزائرية. نشكر كل إطارات المؤسسات الجزائرية وعلى رأسهم سوناتراك وسونالغاز على المجهودات التي بذلت منذ سنتين في إطار برنامج استعجالي لتحلية مياه البحر. حقيقة كان قرار في البداية ما كانش يظهر بأنه ضروري. الوقت لنا فيه اليوم مع الجفاف اللي بدينا نعيشه فيه بصفة ملموسة ومحسوسة من طرف كل المواطنين من طرف الدولة، هذه المشاريع هذه جات في وقتها. إذا شاكر لهم كل المجهودات اللي بدلوها، شاكر كذلك وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني اللي انسجموا في هذا البرنامج، وصبحت اليوم محطات تحلية المياه بحر جزائرية 100% بفضل إطاراتها الجزائريين، بفضل عمالها ومهندسيها، وكذلك بفضل التقنيات اللي بدأوا يتحكموا فيها الإطارات الجزائرية
احنا فخورين جدا. رئيس الجمهورية أكد أن ما تقوم به شركات سوناتراك وصنع الغاز وكوسيدر في مجال إنجاز محطات تحلية مياه البحر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، مثمنا جهود وزارة التعليم العالي التي فتحت تخصصات علمية جديدة في مجال تحلية مياه البحر. سهل بالنسبة للدول اللي عندها المال أنها يعني تشري محطات، ولكن احنا حفاظا على المداخل تاع البلاد وحفاظا على الثروة تاع البلاد نفضل نحاول باش نصنع الأمور هذه نفسنا بنفسنا، وصلنا لها الحمد لله بفضل نزاهة الإطارات، وعلى رأسها مثل ما قلت إطارات وزارة الطاقة سوناتراك سي حكار. مش من العادة باش نشكر كثير الإطارات، ولكن الشيء اللي قايمة به سوناتراك يثير ماشي للاحترام فقط. المهم سونار غاز نفس الشيء، لأن لو سونار غاز ما استثمروش وما واتبوش هاد البرنامج ما كانش تكون عندنا الطاقة الكافية باش نشغل الطاقات هذه. إذن سوناتراك كوسيدر قاموا بالشيء اللي قاموا به كذلك شركات، ما نقدرش نذكر كل الشركات. إذا بصفة عامة كجزائريين نفتخر بالشيء اللي عم يديروا به المؤسسة تاعنا والمرحلة اللي فتنا لها. شكرت وزارة التعليم العالي لأن فيه فروع اليوم في الجامعة تاعنا تاع مهندسين، تكوين مهندسين مختصين في تصفية مياه البحر، تحلية المياه. نفس الشيء بالنسبة لوزارة التكوين المهني، خلقنا فروع ابتداء من الدخول الماضي تاع السنة الماضية لتقنيين وتقنيين سامين في إطار تحلية المياه. إذا شركة جزائرية تكوين جزائري، الحمد لله الحمد لله على الشيء اللي وصلت له الجزائر. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر بلغت أرقاما قياسية فيما يخص تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب مقارنة بما تقترحه منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. أرقام اللي أعطاها لنا السي حكار والسيد ممثل وزارة الري في الواقع تظهر ماشي بسيطة، تظهر يعني شبه عادية، ولكن لما تحولها حتى محطة صغيرة مثل الأخيرة المحطة باتو كاسي تاع ديميل مات كيبجور، يعني لو تحولها إلى لتر 10 ملايين لتر يوميا تمشي للمواطن ديميل يوم. هذه تاع قرصو تاع الكابجينات اللي أنا فيها اليوم سي 300 مليون دو لتر بار جور بور لو سيتويان، يعني كومباري بالشيء اللي تقترحه منظمة الصحة العالمية بتاع 160 200 لتر لكل مواطن في النهار. شوف وين وصلنا الحمد لله في تلبية الحاجيات، لأن كل المناطق الجزائرية لازم تاخذ حدها في هذا البرنامج. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون دعا إلى ضرورة التفكير من الآن في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بأزفون أو تكزيرت بولاية تيزي وزو. تيزي وزو عندها محطة تصدرت للماء الباطني تاع السيباو، عندها واد السيباو وعندها تقصد تقصد نشفت سيباو ما يقدرش يتحمل اكثر من اللي يتحمل. صحيح. اذا نفكروا في محطه اما في تيكزيرت ولا في زفون ولا في الشط. اعطيتنا تعليمات فيها. باش تكون محطه كذلك لتيزي وزو على حسب الحجم تاع الولايه. اذا كان لازم نوصلوا 300,000 ديروا واحده تاع 300,000 لكل ولايه وخلاص. رئيس الجمهورية أكد أن ولاية بومرداس أصبحت رائدة في الفلاحة داعيا إلى استعمال المياه المعالجة في الري الفلاحي.
اللي يعرفوا بومرداس يعرفوا باللي اصبحت ولايه رائده في الفلاحه، في الفلاحه اللي تستعمل التقنيات الدقيقه وتستعمل الالكترونيك. بالطبع يعني الفلاحات تطلب مياه، مثل ما طلبت من السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي انهم يحثوا المواطنين الفلاحين، احنا نشجعهم على الانتاج تاعهم ذو جوده عاليه جدا. اليوم اعتقد ان بالنسبه لانتاج العنب في الجزائر وفي غير الجزائر، بومرداس يعني ولايه رائده، لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه الكم ولا من ناحيه الكيف. اذا ماذا بيا مثل ما نتجندين تحليه مياه البحر، نتجند كذلك الاستعمال في الفلاحه المياه المستعمله ومعالجه. les eaux usées traitées on doit les utiliser في الفلاحه باش نخلي الماء الشاروب للمواطن المباشر. باقي بالنسبه لولايه بومرداس نهنيهم بهذه المحطه، اذا كان ما تكفيش نزيدوا محطه اخرى، ما فيش قابله للتوسيع، نوسعوها الى اقصى حد حتى نوصل 80% تاع استهلاك مياه صالحه للشرب من تحليه المياه باش نحافظ على المياه الجوفيه نتاعنا. رئيس الجمهورية أكد أن مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى طمراس على مسافة 750 كيلومترا يعد مفخرة للجزائر ويجب المواصلة في هذا النهج. ماذا بيا السدود هذه اللي ترسو مادام عندنا الإمكانيات نتاعنا الحمد لله، مادام احنا نصنعوا الأنابيب نتاعنا وعندنا شركات خواص ولا ما يهمش، المهم جزائريين، باش ندير لانتركونيكسيون في الخارج. غدوة عوض ما نفتح لي فان بور ديشارجي ان باراج حفاظا على سيكوريتي نتاعو، المياه هذيك زايده ندفعها للباراج اكوتي. لي كرون ترونسفير دواف سو فير كونت اون ريوسي افير ان ترونسفير سول. يعني لا موديستي التواضع نتاع الجزائريين ما يتكلموش عليه، لو سول ترونسفير اون دوهور دي زيتازوني دامريك اي جو دي دو مانيير اوفيسيال 750 كيلومتر عين صالح تمر راسات سي لالجيري كي لافي فخر. اي اون بو كونتيني فخر للجامعة بو كونتيني فير دي ترونسفير بين حتى نوصل غدوة مانيش عارف نسد كوديتا سردون ولا نسد قبضارة ايه نوصل بها للعاصمة ونوصل بها للجنة ايه شرف ونوصل بها. الله يعاونكم شكرا يعطيكم الصحة. وبعد ذلك وضع السيد الرئيس حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي تصل طاقة إنتاجه إلى 300,000 متر مكعب يوميا، مشروع حيوي من شأنه سد حاجيات أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا من المياه الصالحة للشرب من مختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى المناطق المجاورة لها. والمحطة الثانية في برنامج زيارة رئيس الجمهورية كانت محطة تحلية مياه البحر بفوكا بولاية تيبازا. السيد الرئيس استمع في البداية إلى عرض مفصل وتلقى شروحات حول هذا المشروع الحيوي الذي يحتوي على 6 وحدات إنتاجية تصل طاقة إنتاجها الإجمالية إلى 300,000 متر مكعب يوميا، من شأنها ضمان تزويد ساكنة الجهة الغربية للعاصمة وبعض بلديات ولاية البليدة بالمياه الصالحة للشرب. ليضع بعد ذلك حجر أساس إنجاز محطة تحلية المياه بفوكا. السيد الرئيس أشاد بالكفاءات الجزائرية التي تشرف على إنجاز مثل هذه المحطات، كاشفا عن إعفاءات ضريبية ضمن قانون المالية القادم تصل إلى نسبة 80% بالنسبة للشركات التي تنشط في مجال تحلية مياه البحر.
رئيس الجمهورية أكد أن الإطارات الجزائرية قادرة على رفع التحدي في الإنجاز والتسيير وجديرة بمشاريع محطات تحلية مياه البحر، ويجب المواصلة بنفس الوتيرة لاسترجاع المياه المستعملة واستغلالها أيضا. أعتقد أن حقيقة نقطة تحول مثل ما جاء في التحكم اليوم، الإطارات نتاعنا أصبحت قادرة على رفع التحدي في الإنجاز وفي التسيير وفي جزأرة تقريب المصانع هذه تاع تحلية المياه. إن شاء الله هذا النجاح تاني نزيد ننجح في عملية استرجاع المياه المستعملة. كل لتر نتاع ماء بحر محلى يرجع لنا بدولار، دولار بين دولار ودولار ونصف فاصل ثلاثة، يعني أموال طائلة. اللي ما عندوش الطاقة مثلنا، ما عندوش شركات قوية وسوناطراك، وما عندوش الإمكانيات المالية، يعني ما يقدرش يقوم بها، ولكن هذا ما يسمح لناش بالتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن النعمة اللي دارها اللي أعطيها الله عز وجل إذا زدنا في التبذير ممكن تنقص. لازم تجنيد وطني على كل المستويات، لأن كل لتر، كل متر مكعب تاع مياه معالجة مستعملة ومعالجة يساوي متر مكعب تاع مياه صالحة للشرب. وإن شاء الله بانتصار إلى انتصار، مادام في عيد 5 جويلية، هذا فخر للجزائر، خطوة جديدة للجزائر، وإن شاء الله خطوات أخرى. السيد الرئيس كشف أنه في 2021 حاولت بعض العصابات عرقلة مسار إنجاز هذه المحطات، داعيا إلى تشديد نظام المناوبة والرقابة من أجل الحفاظ على هذه المنشآت. سنة 2021 عرفنا كثير من السابوتاج في هذه المحطة هذه. كانت فيها عصابة مدفوعة من عصابة المال وغيرها، بالتقريب يوميا يحاولوا يخربوا التزويد بالكهرباء، يحاولوا يخربوا هذا حذاري. كان السلطات المحلية مع السلطات اللي تنتج المياه يفو ان بيرمانونس في الكاردييناج اسيد، فيش اذا ما كانش يوصلوناش باش نديروها تحت حماية الجيش مباشرة. من المفروض رانا في وقت نتاع السلم وامن وهذا تجاوزنا، رغم ان في 21 كانت محاولات بضرب الاطباء وضرب هذه وزرع البلبلة وزرع كذا والسيولة المالية وكذا، يعني مجموعة من كانت داخلة فيها قطع المياه على المواطن، ولكن إن شاء الله تجاوزنا هذا المرحلة. السيد الرئيس أسدى تعليمات بمحو آثار الفيضانات نهائيا في غضون أسبوعين على أقصى تقدير من ميناء فوكا، حفاظا على راحة المواطنين خاصة صغار الصيادين. ما نقبلش نشوف 15-20 جور ماكسيموم ولا غرام تاع آثار تاع الفيضانات. هذاك لي بروبليم. فيه شركات فوكا، فيه شركات في الولاية بصفة عامة. استعملوا الشركات باش يرفعوا معاكم الاحوال الاوحال باش يعاودوا يبنوا يعاودوا يصلحوا يعاودوا راحة المواطن. هنا نديروا في هذه راحة المواطن، ما نقدرش نصرف ملايير دينارات لراحة المواطن فيما يخص مياه صالحة للشرب ونخليه في الاوحال تاع الفيضانات. ان شاء الله هذا كان نعطيكم شي بونسيون زياده، نعطيكم شوف كارت بلانش. بارك الله فيك. انا المواطن تاع فوكا يكون مرتاح، وسيرتو لي بتي بيشر. وقطاع الصحة كان ضمن برنامج الزيارة، حيث أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيرالدا بالعاصمة على تدشين مستشفى الحروق الكبرى الذي يحمل اسم المجاهد المرحوم الدكتور سعيد شيبان. مستشفى الحروق الكبرى صرح طبي مجهز بأحدث الوسائل والتجهيزات الطبية التي تضمن الرعاية الطبية والصحية اللازمة للتكفل الأمثل بحالات الحروق الحرجة والاستعجالية. تصل
تصل طاقة استيعابه إلى 140 سريرا وتسهر على تسييره أطقم طبية وإطارية كفأة. تزيد هذا المستشفى يندرج ضمن التزامات السيد الرئيس في إرساء منظومة صحية عصرية ومتطورة. رئيس الجمهورية أكد أنه التزم خلال الحرائق التي شهدتها الجزائر سنة 2021 ببناء مستشفى كبير للحروق، وها هو الالتزام يتجسد اليوم في الواقع. أدت ما عليها من الاندبندونس أدت ما عليها حتى آخر حدث تاعنا، الله يرحم اللي توفى فيه والله يشافي اللي تحرقوا. الحرائق نتاع 2021 كنا التزمنا باش يكون فيه مستشفى للحروق الكبرى، رانا فيها اليوم الحمد لله. ماذا بيا يعني نشتغلوا بكيفيه اللي تخلينا ما نخلي حتى جزائري يروح، انا نجيب طبيب يعالجه هنا لا عند الضروره، اذا كان قايمين شغلنا بنفسنا الحمد لله تبارك الله. رئيس الجمهورية دعا القائمين على تسيير المستشفى إلى عقد توأمة مع أحد أكبر المستشفيات الأوروبية من أجل تبادل الخبرات في المجال والدعم عند الحاجة للرفع من مستوى المستشفى إلى العالمية. المستشفى هذا لازم يكون عنده توأمة، سنوبيتال ونوتوريز جيملاج avec un grand hôpital européen. فيه تبادل الخبرات، تبادل الأشخاص، تبادل الأطباء، تبادل في عند الحاجة، ممكن يجو دعم في حالة ما لا قدر الله باش نرفع هذا المستشفى إلى مستوى عالمي. السيد والرئيس دعا إلى إبرام اتفاقية دائمة بين المستشفى والحماية المدنية ووزارة الداخلية للتكفل بالمرضى والتدخل عند الحالات الاستعجالية. لازم تكون بيناتكم وبين الحمايه المدنيه ووزاره الداخليه ديروا اتفاقيه دائمه طول السنه عند الاشاره 12 تاع الليل، وحده تاع الليل، ساعتين الصبح يجي الهليكوبتر يدي ولا يمشي يجيب ان شاء الله باش نرتقي الى خدمات دوليه ان شاء الله. رئيس الجمهورية أكد أنه يجب التفكير من اليوم في إجراء دراسات لتوسعة المستشفى إن كانت هناك ضرورة ملحة لذلك، وأن الطبيب هو حجر الأساس في المستشفى. شوف كي بو لو بويس بو لو موا، أنا اللي ماشي معاكم. شو لوبيتال بور موا سي الميدسان سي با الديريكتور، سي لو شيف سيرفيس. الله يحفظك. الو سي فوز استيمي كو دون دو زون ولا تروا زون ولا 10 سنين on aura besoin d'extension, il faut y penser maintenant. Je demande le سيد وزير الصحة باش يديروا دراسات ونخليها. دراسات pour l'extension, pour passer à 200 lits, pour passer à 250 lits, pour passer à 2 héliports ou 3 héliports en même temps. ماهوش كل عام اللي نبنوا مستشفى مثل هذا. رئيس الجمهورية وجه بضرورة اعتماد لون موحد لأغطية أسرة كل مستشفيات الوطن. دونك سي لا بروميير فوا في الجزائر كنا ان اوبيتال بيان سور افيك سيت كاباسيتي. لا بروميير فوا. وقال لي افيك 5 بلوك 5 سال اوبيراتوار. بور دوني اون فيزيبيليتي. ميور ايماج. ميور ايماج. قلت لهم الزور نتاع المستشفيات كي سوا في برجبج مختار ولا الجزائر العاصمة نفس لا ميم كولور، ومكتوب فيه الاسم تاع المستشفى ولا شريعة ولا المستشفيات الجزائرية. السيد الرئيس زار مريضة بالمستشفى ووقف عند ظروف التكفل بها. دوميستيك؟ اكزاكتومون. نهار العيد؟ نو قبل لا. صار فوزيت بيان تريتي؟ وي. أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أني سنا لا غريف إن شاء الله إن شاء الله بيانتو و بون جو سوي بيان بري إن شارج مال
افون دي كاكون كون فو مادام كنا نبعثوهم للخارج. اليوم وزاتشي فو العائله تجيك الفامي يجوك لي زامي يجوك مرحبا بهم. الله يبارك. الله في بورصة. الله يتفي بور سكو فوز ان تران دو دير. ان شاء الله. الله يبارك فيك. ويجوك شيف ان شاء الله. قطاع السكن محطة أخرى ضمن هذه الزيارة، حيث توقف السيد الرئيس عند المشاريع السكنية المبرمجة للجزائر العاصمة، حيث كان في استقبال السيد الرئيس بموقع حي 20 ببلدية الدويرة وزير السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى السلطات الولائية والمحلية وإطارة وزارة السكن. رئيس الجمهورية استمع إلى عرض مفصل عن المشاريع السكنية عبر التراب الوطني قدمه المدير العام لموكلة عدل فيصل زيتوني، تطرق فيها إلى الوتيرة المتسارعة للمشاريع المحققة في قطاع السكن. بعد ذلك وضع السيد الرئيس حجر الأساس لإنجاز 14,442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالنسبة لولاية الجزائر، منها 10,670 وحدة سكنية عبر 5 أحياء ببلديتي الدويرة والرحمنية، ليعطي بعد ذلك السيد الرئيس في موقع المشروع إشارة انطلاق الأشغال للآليات الكبيرة المكلفة بإنجاز هذا المشروع الضخم. وبالمناسبة أشاد رئيس الجمهورية بالوتيرة التي تسير بها المشاريع السكنية، مؤكدا أن ما تقوم به الجزائر في مجال السكن لا يوجد في دولة أخرى. شكرا على هذه الوتيرة في إنجاز السكن، سواء كان السكن الريفي أو السكن المدعم بصفة عامة ولا سكن عدل. أعتقد أن ربما هذه النقطة هذه وهذا البرنامج هذا ما خداش الحصة نتاعو اللازمة في الإعلام الوطني. أقولها يعني بصفة جازمة، ما فيش في العالم، ما كانش في العالم واللي عنده الأدلة يجي يكذبنا. ما كانش في العالم اللي راه يقوم برنامج مثل هذا بالنسبة للمواطنين نتاعو. وين كنا وين أصبحنا؟ العاصمة نبقاش فيها بتقريب أحياء قصديرية، بينما كانت أحياء وأحياء وأحياء. رئيس الجمهورية أكد أننا وصلنا إلى منح السكن لمستفيدين الشباب بعدما كان المستفيدون في برنامج عدل 2013 يتجاوزون 60. اليوم المواطنين أعتقد أن وصلتوا اليوم تعطوا المفاتيح المواطنين في عمرهم 25-26 سنة، بينما لما نشوف انطلاق عدل 2 في 2013 كان يعني السن معدل السن 55 سنة. الناس اللي كانوا انتظروا عشرات السنين وكان كذا وكذا، معناه باللي اليوم السكن راه يواكب في التطور الديموغرافي تاعنا. هذه حاجة إيجابية جدا. رئيس الجمهورية أكد أن المدينة الجديدة سيدي عبد الله تتوفر على كل المرافق الاجتماعية وظروف العيش الكريم. لما نشوف كيفاش المدن خرجوا من الأرض، يعني حتى أصبح يبان للمواطن وحتى لبعض المسؤولين بلهم شيء عادي، يعني باش تخلق مدينة من العدم. أنا نشوف بوينان يعني واش كانت وراها اليوم. سيدي عبد الله أول حجر أساس حطيناه ما كان فيها ولا شيء ولا شيء ولا بيت مبني، صبحت اليوم يعني بلاد نتاع 200,000 نسمة بكل الجامعة نتاعها، بالثانويات، بالمدارس، بالمسجد، يعني حياة منظمة وحياة يعني اللي تبعد المواطنين على الازدحام وعلى
رئيس الجمهورية أكد أيضا أن المشاريع السكنية اليوم أصبحت تنجز بمواد بناء جزائرية 100%. ثانيا، لما انطلق سكن في سنة 2013 انطلق بالاستيراد، كانت فيه أزمات في الإسمنت، أزمات في الحديد، في الرابطون، أزمات في الخشب، أزمات في كذا، أزمات في كذا. اليوم نقولها ورأس مرفوع وفخور أن السكن الجزائري سكن جزائري 100%. فيش الرابطون الجيريان، سيمو الجيريان، بلاطر الجيريان، سيراميك الجيريان، البريك الجيريان، باربان الجيريان، واليد الايادي الجزائريه والحمد لله. السيد الرئيس أثنى على جهود إطارات وزارة السكن في رقمنة الإحصاءات، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود للقضاء نهائيا على مشكل السكن. قطاع السكن، وشاكر السي طارق اللي راه يواصل على نفس المنوال، هو والإطارات كلها تاع وزارة السكن وتاع عدل. يعني أول وزارة اللي استعملت الرقمنة في تسجيل المواطنين وفي أعطاهم أرقام تسلسلية وفي كذا وفي كذا. يعني ما عندي ما نقول إلا نواصلوا حتى نقضيوا نهائيا على ما تبقى من مشاكل السكن. الدولة بذلة مجهود وتزيد تبذل مجهودات أخرى حتى ننتهي من هذا المشكل تاع السكن إن شاء الله. وبولاد فايت بالعاصمة استمع السيد الرئيس إلى عرض حول المدينة الإعلامية الجديدة دزاير ميديا سيتي، التي تتربع على مساحة تقدر ب 74 هكتارا وتضم منطقة لوسائل الإعلام واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات، فيما تتكون المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام من مقرات للمؤسسات الإعلامية الوطنية، وهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وكالة الأنباء الجزائرية، مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الإذاعة الجزائرية، وقناة الجزائر الدولية أولفنت كات. وبعد ذلك وضع السيد الرئيس حجر الأساس لإنجاز هذه المدينة الإعلامية الجديدة. رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بضرورة أن يكون ضمن المدينة الإعلامية الجديدة مقر لدار الصحافة، وكذا الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والصحافة الإلكترونية. La maison de la presse il faut qu'elle soit domiciliée هنا. باش نغلق la maison de la presse تاع القبة وتجي هنا. هنا il faut prévoir un espace pour la presse écrite et pour la presse électronique, privée et publique. Donc, on peut prévoir un grand bâtiment pour la presse électronique qu'on a fait 10, 15, 20, 50 titres. Que l'on a un de mes catégories d'intérêt, un de mes catégories d'internet, un de tout ce qu'il faut. Et c'est écrit. Moi, je me disais, من ناحية الصحافة المكتوبة كذلك، الصحافة المكتوبة لازم كل المحلات هنا يتكلوا لهم. رئيس الجمهورية دعا إلى ضرورة أن يتوفر مشروع المدينة الإعلامية الجديدة على مرافق تسهم في التنشيط والترفيه. أنا نتكلم على المستقبل، بالأخص بالنسبة للعاصمة. تقريبا كل شيء موجود في برنامج الطاقة المتجددة، الإيكولوجيا إلى آخره، ويصبح معلم من معالم بوركوا با إن سال سينما، جراند سال سينما، بوركوا با بور لانيماسيون، بور هذي، بور مانيش عارف، يعني كي بو لو بلوس بو لو موان، كما يقولوا المساحة موجودة، المساحة الإجمالية 74 هكتار. والمستعملة 27
كل راس ما يفاكس إلى الريتم هذا مكان. وبالنادي الوطني للجيش بابني مسوس ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مساء أمس حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة وضيوف الجزائر من أصدقاء الثورة الجزائرية. وكان في استقبال السيد الرئيس رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخلد لأرواح شهدائنا الأبرار، كل من السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس مجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنية، قادة القوات، قادة الدرك الوطني، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين. خلال هذا الحفل استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري. نازلات الماء حقا
تابع بعدها رئيس الجمهورية فيلما وثائقيا بعنوان جزائر التحديات والانتصارات من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، واختتم الحفل بمشاهد احتفالية باستعمال الألعاب النارية تخليدا للمناسبة. فإن هذا لا يزني ولا ينقص من وثيرة العمل، لأن الجاهزية تستلزم يقينا العمل المستمر والمتواصل. فاستمرارية التحضير مبدأ ثابت وراسخ يطبع أعمال ونشاطات قواتنا المسلحة في كل الظروف وعلى كل الجبهات. We'll be right back.
باسم رئيس الجمهورية أشرف سهرة أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على الافتتاح الرسمي للألعاب العربية 15 والتي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الجاري. حفل الاختتام حضره عدد من أعضاء الحكومة وسفيرة الأمين العام للجامعة العربية والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وأعضاء من السلك الدبلوماسي. الوزير الأول وخلال كلمته الافتتاحية أوضح أن الجزائر سخرت كل الإمكانيات والمرافق والوسائل الضرورية من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية العربية. وها هي اليوم تشهد بفخر واعتزاز احتضان فعاليات الألعاب الرياضية العربية، والأمل يحدوها للمساهمة من خلال هذا الحدث الرياضي المتميز في تحقيق المزيد من التقارب والألفة والمودة والتعاون بين شعوبنا وبلداننا التي لديها من المقومات والإمكانات ما يجعلها قوة ضاربة في هذا العالم الذي لا مكان له للضعفاء والمشتتين. وحرصاً منا على تنظيم هذه الدورة تنظيماً جيداً ولائقاً بأشقائنا، فقد عملنا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيهاته السديدة على ما يجعل الدورة 15 للألعاب العربية من أنجح الدورات وترقى إلى مستوى تطلعات الوفود الرياضية المشاركة. لا يسعني إلا أن أعلن باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الافتتاح الرسمي للدورة 15 للألعاب الرياضية العربية في الجزائر. هذا وشهد حفل افتتاح الألعاب الرياضية العربية في دورتها 15 عددا من العروض الفنية المبهرة، وكذا رفع عدد من اللوحات الفنية في شكل سيناريو يحاكي تاريخ الجزائريين وثقافة البلدان العربية. كيف أطاعني الحجر تجد بين الكهوف رمزا مغلت يا أطار ختام النشرة. نلقاكم في تمام 9 بحول الله. إلى اللقاء.